المتجول في الصالون الدولي العاشر للسياحة والأسفار بوهران والباحث عن عروض لرحلات سياحية لا يكاد يجد سوى تلك المروجة لقضاء عطلة بتركيا أو تونس أو حتى تايلاندا، عكس العروض الخاصة بالسياحة الداخلية فهي شبه منعدمة. ما كانش سياحه وطنيه هنايا، ما كانش كاع لي جونس هنايا اللي داروا باغ اكزومبل على تاغيت ولا تكجده ولا كشعف هكا. شفت دايرين لي فواياج، كاين لي جونس هنايا دايرين لي فواياج كازا اسطنبول العمره. احنا ماذا بينا من برا يجيبوهم، باسكو كاين لي جوسكا ميتنون كاين لي ماعرفش الجيري كي دايروا، بالك حنا ولاد البلاد وما نعرفوا الجزائر في الصحراء في الشرق وكاع. هذا الأمر أرجعه أحد الأجانب المشاركين في الصالون لانعدام البرامج السياحية المعدة من قبل الوكالات الجزائرية. التونسي عندما يأتي إلى الجزائر لابد أن يكون ثم برنامج لمدة أسبوع، وأنا أحث المهنيين ووكالات الأسفار على أنهم يحضروا البرامج هذه، وأن يكون ثم تعاون مع إخوانهم في تونس لدعم أيضا التدفق السياحي التونسي في اتجاه الجزائر. أن سيجور في بلادنا بلا تدخل ان اوتيل 4 ايطوال ولا 5 ايطوال، الشيء اللي تصرفوا في لا تايلاند موان شارع، تروح بي فيزا اوتيل وحاجه كبيره وتصرف موان شارع. انا بزاف مصاروه يحبوا يجيو يدخلوا هنا عندنا البلاد، يدخل الكونسولا يضرب شهر شهرين ما يستقبلوهمش مامبا. سمع عندنا ثاني مشكل كبير في الفيزا تاعنا. اول شيء هي بالنسبه للاسعار، ثاني شيء بالنسبه للخدمات خاصه المرافق الفندقيه او المرافق السياحية بصفة عامة قليلة بالبزاف. المشكلة تاعهم دائما في العراقيل الإدارية، خاصة مشكلة التأشيرة، هذا هو الشيء اللي يخليهم يتعرضوا باش يجوا للجزائر. السياحة بديل عن اقتصاد المحروقات، توجه جديد للحكومة يقابله ذهنيات يصفها البعض بالمتحجرة، تصريحات رسمية لا تقابلها أمور ملموسة في الواقع. والضحية في كل هذا مواقع سياحية جزائرية يقصدها الأجانب ويهجرها أهلها.